ونحن صديقان منذ ذلك الحين، والآن أخذ مكان ذلك الضخم عديم الفائدة تاك. هناك متسع لهيل ري واحد في حياة ريكوشي وهو أنا. سوف أري ذلك الهيل ري ما يدور في ذهني والكثير من حركات الكونفو. أيها الكلب المطلق، هيا لنذهب. الآن سنكتشف من هو هيل ري الحقيقي. لكن
الجزء الأخير من عرض أمري يلتقي المستتيب الشرير. يا فتى يا فتى.